نصاوب الجياب، غندير جيب الشق مغطي بداك التغطية اللي كتكون عليه من الفوق. هنا غادي ندير في العرض ديالو غندير 7، في الطول غندير 13، صافي. غناخد سنتيم ديال الخياطة ديالي من هنايا، من هاد الجهات، جيب 3 من هنا، ندور من هنا وندور من هنايا. هنا راه عندي 4 ديال القطع، كل جوج غنخيطهم بوحدهم. كنقص هاد الزوائد، كنحيدو ونقلبو. هنا كندوز عليه بعبار الصباط، هنا الا بغيتو تنقصو من العرض تنقصو، ديرو غير 6 سنتيم ولا 5 على حسب شحال ما بغيتو، بغيتو تزيدو كتزيدو. صافي الاخر غنديرلو نفس العملية. هنا هذا هو الجيب ديالي، راه طراسيتو معاكم من في السط، طراسيت هنا خط، خليت ما بين الخط والخط سنتيم 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 ونص، انا خليت هنا غير سنتيم. ومن هنا سقت عليه الفيزلين في هاد البلاصة هادي، جبت شريط درت به 5 سنتيم وطويتو على 2، غادي نحطو هنا غيكون كبر من هاد المسافة اللي عندي هنا. أنا طراسيت في الجيب 13 سنتيم، غادي نجيب هاد الشريط هذا وغادي نحطو بهاد الطريقة هادي، وغادي نخلي غير سنتيم كيبان ولا نص سنتيم هنايا، ما نخلي السنتيم كامل. مشو نطراسيت هذه هنايا سنتيم، غادي ندير بانكا هنايا هاد الليصة هادي وغنديرها هنايا، غادي نعلمها. نجيبو هاد القطعة هادي ديال الجيب، هاد الصاك هذا اللي كنحشيو فيه يدينا، ونحطوه هنايا. نجيبو هادي نديرو لها هكا، نحطوها بهاد الطريقة هادي. غادي نعلمو هنايا سنتيم، الخياطة غدوز من هنا لهاد البلاصة هادي، غنحبس هنا ونبدا من هنا ونحبسها فين.
قبلت هاد الخياطة هادي سنين حبس هادي الأولى غنجي لهنايا غنفتح هاد البلاصة باش نقطع هاد من الداخل هنايا نشد بصبعاني باش ما نقطعش الثوب نحل هنا مزيان نجي لهاد البلايص هادي وندير بحال المثلث ما نقيش الخياطة من حدياش بالمقص باش ما تقطعليش ما نفوتهاش بهذه الطريقه هذه غنقطع الجهه الاخرى هادشي هذا غندخلو لداخل هنايا غندوز بالخياطة وي هاد الجهة هادي غادي نشد هكا الخياطة نحلها وندوز هنايا بالخياطة على الحاشية كما شفتو هانتي ثبت هاد الجهة هادي التحتانية غادي نجيب هاد القطعة هادي غادي نحشيها هنايا شفتو هذا هو الجيب ديالنا دابا غندوز عليه بالخياطه من هذه البلاصه هذه وغنشد معاه حتى هذه القطعه هذه ها هي ها هي فين حشيتها غتشد حتى هي معاه رصيها بعدا بالبانكات هكايا رصي مزيان بغات تبقى كتبان منها غير 4 سنتيم غنزيد ندخلها هنا راه نقص منها قبيله جاتني كبيره هنا 4 صافي غنشد هنا بالبانكه وغادي ندوز هنا بالخياطه على هاد الحاشيه ديال الخياطه هادي هنايا ضروري ترتيق صحيح الخياطه هذا هو الجيب ديالنا مازال دابا غنشدو هذا المثلث اللي عندي هنايا اللي قطعت قبيله غادي نشدو هنايا بالخياطه من هاد الجهه هادي غادي نشدهم هنايا ندوز عليهم بالخياطه
غنجيب هاد القطعه هادي اللي عندي هنايا طويله، غادي نربطها هكايا هنا. هذا هو الساك فين غيتحشى اليد، وغادي نجيبها غادي نخيطها مع هاد القطعه هادي، غندوز عليها بالخياطه، نحيد هادي ما غاديش نشدها، غنشدها غير مع هاد الطريف هذا، مع هاد السنتيم اللي عندي هنايا. كما شفتو هذا هو الجيب ديالنا، راه ساهل الا تبعتو الخطوات. هنا هاد القطعه هادي راه طويناها لهنايا كما شفتو، سقناها مع هاد القطعه هادي اللي كانت عندي هنايا، مسقتها معاه. غادي ندوز عليها بالسورجي من هنا، وغنحيد هاد الزوائد من هنايا كلهم، غيبقى لي الساك هذا فيه 13 سنتيم، الزوائد كلهم غيتحيدوا بالسورجي.